أهلا بكم مشاهدينا من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية مظاريف 110 عطاءات لعدد 17 مناقصة مطروحة من 11 جهة متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح فتح مناقصة واحدة لهيئة الكهرباء والماء ومناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كما فتحت اللجنة مناقصتين لوزارة المواصلات والاتصالات. كذلك قامت لجنة الفتح بفتح مناقصة لوزارة شؤون الإعلام وخمسة عطاءات لوزارة الصحة. وفيما يخص قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة عطاءات مناقصتين لشركة تطوير للبترول ومناقصة لشركة بابكو. وعلى صعيد قطاع الطيران، فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لشركة طيران الخليج، كما فتحت لجنة الفتح مناقصة لشركة مطار البحرين. وأخيرا فتح المجلس ثلاث مناقصات للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول إقليميا والعاشر عالميا على مؤشر العولمة الاقتصادية في 2019 الصادر حديثا عن المعهد السويسري للدراسات الاقتصادية كوف. ويرصد المؤشر أداء الدول في مجال العولمة الاقتصادية من خلال منحها رصيدا من النقاط يتجمع من عدة معايير كخفض التعريفات الجمركية على وارداتها وإبرامها اتفاقيات التجارة الحرة ولوائحها المشجعة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات غير الجمركية أمام التجارة العالمية، حيث تفوقت الإمارات على الدنمارك والسويد وفنلندا والمملكة المتحدة وألمانيا. قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد السوداني. وأعلن محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين إبراهيم أن البنك المركزي تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية، وأفاد الخطاب بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. وقام بنك السودان المركزي بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيما للمنفعة المشتركة.
أصدر غسان عويدات النائب العام اللبناني أمرا بتعليق قرار تجميد أصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن القرار من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضى. هذا وكان علي إبراهيم النائب العام المالي في البلاد قد اتخذ قبل ساعات قرارا بتجميد أصول 20 بنكا من بينها عدد من أشهر مصارف لبنان على خلفية تحقيقات حول تحويلاتها المالية إلى الخارج. البنوك المحلية في قلب الأزمة المالية التي تشل لبنان مع نفاد الوقت بشأن ديون يوشك أن يحل أجل استحقاقها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق السداد في 9 مارس. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بسبب تداعيات فيروس كورونا، الأياتا تحذر قطاع النقل الجوي من تكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات. تراجع عجز الحساب الجاري في جنوب أفريقيا خلال الربع الرابع من العام الماضي لأدنى مستوى في 9 سنوات مع انخفاض التدفقات الخارجية والواردات. وأعلن بنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا في تقرير صادر تراجع عجز الحساب الجاري في البلاد إلى 68.1 مليار خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي. وأرجع التقرير تراجع عجز الحساب الجاري إلى تحسن عجز الدخل الأساسي للبلاد والذي يرصد التدفقات الخارجية بسبب الأرباح الموزعة ومدفوعات الفوائد إلى المساهمين الأجانب. حثت البنوك العالمية والشركات الاستثمارية الصغيرة في أوروبا موظفيها على العمل من المنزل والحد من السفر، حيث يتأهب القطاع المالي لمواجهة تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا كوفيد-19. وبالنسبة للكثير من الشركات ستكون تلك أول تجربة للعمل من المنزل على نطاق واسع، لكن مع بدء تكيف العديد من المكاتب الآسيوية لهذه المؤسسات مع ممارسات عمل المماثلة في سياق مساعيها لوقف انتشار الفيروس، فهناك مؤشرات على أن القطاع الأوروبي سيتكيف مع ذلك بدوره. وفي إيطاليا التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا حتى الآن، سمح بنك أوني كريدت أكبر بنوك البلد للكثير من العاملين بالعمل من المنزل. وقال شخص مطلع إن ما يقل عن ثلث موظفي البنك في مقره الرئيسي بميلانو يذهبون إلى العمل في الوقت الراهن. قال بنك أوف أمريكا أن أموالاً بقيمة 36 مليار دولار سحبت من صناديق الأسهم والسندات على مدى الأسبوع المنتهي بسبب مخاوف على الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا. وتشهد أسواق الأسهم موجة بيع منذ منتصف فبراير الماضي، مما أفقد السوق حوالي 6.5 تريليون دولار من قيمتها، إذ يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة أكبر. وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا أنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم، وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر 2018. قال وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت أنه لا يتوقع أن يؤثر فيروس كورونا على موافقة الصين في اتفاق تجاري جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة على شراء النفط والغاز وفحم من الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار على مدى عامين. وقال بروليت في مؤتمر للصحفيين في واشنطن: من الصعب التنبؤ، ليس لدي أي توقعات في الوقت الحالي أنها ستفعل. أعتقد أن الصينيين لديهم النية الكاملة لاحترام اتفاقياتهم. من ناحية أخرى، قال مدير وكالة الطاقة الدولية إن فيروس كورونا يؤثر سلبا على أسواق الطاقة أكثر من الاقتصاد العالمي بسبب القيود على التنقل. خصصت الصين 16 مليار دولار لتمويل جهود مكافحة فيروس كورونا، وأعلن شو هونغ تساي نائب وزير المالية الصيني أن بلاده خصصت 110.48 مليار يوان لتمويل الجهود لمكافحة فيروس كورونا. وأضاف أن الصين ستضمن سلاسة عمل الحكومات المحلية في ظل تفشي الفيروس، وأوضح أن وزارة المالية ستؤمن الاحتياجات المالية لإقليم هوبي بؤرة الفيروس. وسجلت الصين 31 حالة وفاة إضافية
بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي بؤرة تفشر الفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3012. ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء عن السلطات الصحية الصينية أنه تم أيضا تسجيل 139 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الأشخاص الحاملين للفيروس إلى أكثر من 80,000 شخص. أوقفت أذربيجان واردتها من الصين حتى إشعار آخر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد داخل أغلب أقاليم الأخيرة. وأعلنت الجمارك الأذربيجانية عن إيقاف السماح للشحنات التجارية القادمة من الأراضي الإيرانية بالدخول إلى حدودها، حسب ما أوردت إذاعة فردة التي تبث بالفارسية من التشيك. وتمثل حصة واردات أذربيجان نحو 96% من إجمالي صادرات إيران، حيث تتضمن بضائع مثل الحديد والصلب والإسمنت والزجاج والمواد الغذائية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. حذرت هيئة دولية من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العالم. وقال ألكسندر دوجونياك رئيس الهيئة الدولية للنقل الجوي أياتا إن تطور الأحداث نتيجة كوفيد 19 غير مسبوق تقريبا. وأضاف في اجتماع في سنغافورة خلال ما يزيد بقليل عن الشهرين أخذت آفاق القطاع في معظم أنحاء العالم انعطافة دراماتيكية نحو الأسوأ.